فوق، بقيه التكريمات فوق. احنا عملنا استثناء لان هو شخص مستثنى كالعاده من صغر حلمي بطل، فعشان قدر يعني ما قدرش يطلع لنا ينزل له. ايوه كده كلمه لاجل النبي اللي احنا رحناه له عليه السلام. يلا نعيد ترحيب بالاستاذ هاني شنوده. كلمه كده شوف عشان تطل على الجمهور كل الناس بتحبك. بقول لهم ايه النهارده؟ بمناسبه عيد الحب. بمناسبه عيد الحب احب اقول لكم ان انا سالت من الاعلاميه الكبيره منى الشاذلي واحد قلت زيك يعمل مدايح نبويه ليه؟ فقلت لها ده رد جميل لان سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام قال اوصيكم باقباط مصر خيرا فان لنا فيهم سهرا ونسبا. هو يقول عليا نسيب وانا ما بحوش. ربنا لو كان 100 حياه فوق حياتي عشان الرد الجميل مش هقدر ارد. ما عنديش كلام اكتر من كده. شكرا. شرفتنا ونورتنا وخطوة عزيزة. ممثلة مصرية كانت بدايتها في السن قبل أن تتجه للعمل بالمسرح، ومن ثم انتقلت للعمل بالتلفزيون والسينما، ومن أبرز أعمالها الزلزال. رحبوا معنا بالفنانة الكبيرة هند عاكف. أنا مش عارف لسه هنقول كلمة تانية. ازيك؟ عاملة ايه؟ ازيك يا أحمد؟ طب ناخد التكريم الأول بعدين نقول كلمة؟ أول حاجة في حقك، عشت سنين وطبعاً يا عمتها الفنانة نعيمة عاكف، طبعاً فنانة كبيرة وهي من عائلة فنية. عاوز أقول إنها في رمضان إحنا بناكل عيش وملح عندها، وهي محبوبة في دائرتها جداً 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 فوق الوصف على المستوى الإنساني قبل المستوى الفني. فهتقول لهم كلمات من قلبها، كلمة الفنانة هند عاكف. اتفضل. ميرسي ميرسي. مساء الخير. أولاً ألف مبروك طبعاً للحفل العاشر لجريدة نبض الوطن. أنا أول مرة أحضر على فكرة، وسعيدة جداً إن أنا معاكم النهاردة، وحاسة إن في نظام، والنظام أساس العمل الناجح. النظام أساس العمل الناجح. فأنا بهنيكم وبحييكم على النظام بجد يعني. وعايزه اقول انا بس عشان اقول الاسامي صح، عشان ما رئيس جريده طبعا الاستاذ وليد نوح بحييه، استاذ محمود مرعي بحييه، الاستاذه فاطمه ابو العيلة طبعا حبيبتي بحييها، وهي على فكره متابعه معايا من اكتر من شهر والله، حتى انا كنت تعبانه قلت لها انا هجيلك ان شاء الله اخف واجيلك. اولا ميرسي حبيبتي على التقديم الجميله، بس انا ابرز اعمالي مسلسل ليلى مراد. مسلسل ليلى مراد طبعا كان الاستاذ السيناريست الكبير الاستاذ مجدي صابر، كان المخرج الاستاذ محمد زهير رجب، دكتور محمد زهير رجب، كان انتاج الاستاذ اسماعيل كتكوت الله يرحمه. ودي كانت اخر اعمالي، بعد كده اتجهت بقى للمجال السياسي، بس انا رجعت لكم تاني ما تقلقوش. يعني انا والله رجعت لكم بناء على طلب الجماهير. اسمحوا لي ان انا ارحب طبعا بالموسيقار الكبير موسيقار الاجيال، سعيده ان انا قابلته النهارده، انا بحبه قوي بقابله كتير، الاستاذ استاذنا استاذ حلمي بطل. بحييك. برحب ايضا باستاذي الكبير المايسترو، يعني اللي عمل تغيير في الموسيقى، ولو نفتكر
تزعلش يا نهار اني جوز راح. صح اسمها كده ولا اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ صح كده؟ صح؟ والواد ده بصراحة ايه عمر الجواز عمره ما كان راحة. الأستاذ هاني شنودة طبعا أرحب بيه. وعايزة أقول لكم على حاجة كمان، أستاذ هاني شنودة لحن لي صح؟ وكان مبسوط بيا جدا وكان بيشجعني. عملنا فوازير كنت انا والاستاذ ديون الشلبي الله يرحمه، الاستاذ محمود طبعا حنفي المخرج، كانت انتاج عايزه افتكر بس اي ار تي صح كده؟ الاي ار تي. وكنت بغني بقى وكنت الواحد يعني كان اصغر من كده بكتير يعني، بس هو كان بصراحه بيدعمني ويقول لي لا يا هند قولي هنا، لا قولي من المقام ده، قولي من التون ده احلى. فانا بشكرك طبعا لانك ليك فضل عليا بجد. نشكرك تاني استاذ هاني، وانا بشكركم طبعا على تكريمكم ليا، وبشكر كل الحاضرين النهارده ان هم يعني جم يحضروا معانا تكريمنا. انا بشكركم وان شاء الله عقبال الاحتفال المية. كل سنه وانتم طيبين. وقبل ما انسى على فكره يا جماعه، انا حابه اشكر دكتور نور ابو حساد. دكتور نور ابو حساد فنان على فكره، هو طبيب اسنان، اللي عايز يعمل سنانه يروح ببلاش، يلا فرصه النهارده. طبعا دكتور نور ابو حساد اخو المخرجه الجميله حبيبتي واختي الغاليه جدا عليا اللي بتتكرم النهارده، الاستاذه الراحله غاده ابو حساد. كل التقدير والشكر ليك. ميرسي جدا ليكم، انا طولت عليكم وانا اسفه جدا ان انا طولت عليكم، وانا بحبكم جدا ومش هنسى طبعا الفنان العظيم جدا الاستاذ ها؟ قولوا انتوا بقى. لا ها مين؟ الاستاذ مصطفى ديمرداش. بحييك يا استاذ مصطفى. اوعى انت اخويا الكبير وفنان عظيم، ما اقدرش ما ارحبش بيك طبعا. كل سنه وانت طيب ومنور الدنيا، وبرحب بيكم كلكم. كل سنه وانتم طيبين، ميرسي مره ثانيه. شكرا. حنان عاطف منوره. انا سعيد جدا انك تعرف. لا قوي ونص، قوي وثلاث ارباع كمان. ربنا يحفظك. استاذ حنان، استاذ حنان، استاذ حنان، استاذ حنان، استاذ حضرتك احنا ممكن نستمتع بالتكريم؟ مش عارف وصلنا، ممكن تقعد لو سمحت. اتفضل يا فندم، اتفضل اقعد بس كده، مش عاوز حاجه. يلا استاذ مصطفى الدمرداش نورتنا. يلا نكرر. ممثل مصري من عائله فنيه، فوالده الفنان احمد الدمرداش وشقيق فيلم من الفنان نور الدمرداش وفاروق الدمرداش، ظهر في بدايه السبعينيات وعمل لسنوات طويله في المسلسلات الدينيه، خاصه منها مسلسلات محمد رسول الله والقضاء في الاسلام ورسول الانسانيه ولا اله الا الله. رحبوا معايا بالفنان نور مصطفى الدمرداش. شرفتنا بقيمة وقام المخرج الكبير الأستاذ مصطفى الدمرداش، مبروك كبير. ممثل مصري شارك بالتمثيل في بعض الأعمال الفنية منها مسلسل صاحب السعادة مع الفنان، وشارك مع الفنان محمود عبد العزيز بمسلسل باب الخلق، ومع الفنان خالد الصاوي بمسلسل خاتم سليمان. رحبوا معايا بالفنان
شوقي المغازي. سلمنا الأستاذ سعيد كتير وصلنا شهيد.